الرصاصي بعينك. يبقى فتت على عالم ادوبي وعالم الطباعه بالذات بوجود السي تي بي دايركت بليت، صار عندك شغلات مخفيه جدا، فبالتالي صار عندك لازم تتسلح ببري بريس تكنيكس قبل كل شيء. يعني الله يرحم ايام زمان كنا بدنا نلزق ورقه نحط وراها صبغ ونحط لون ازرق ونحدد شعار معين باللون الاسود ونلزقه فوقه، هي اسود على ازرق عند الطباعه، اسود على ازرق هيطلع، فيش اوفر برنت. هون صار في عندي اوفر برنت. الشغله الاهم اللي انا حاب اوصلكم فيها معلومه دائما، باي دوكيمنت في العالم كان فوتوشوب او الستريتر او الانديزاين، اهم شيء خلقك لموضوع النيو دوكيمنت. يا جماعه موضوع النيو دوكيمنت كثير ضروري، اللي بيشتغل لك على ويب بروفايل واللي بيشتغل لك على ار جي بي واللي بيشتغل او الدايمنشنز تبعته بالانش مش بالسالفي. احنا اردنيه قياسي دائما بالسالفي، قطعه ارض عندي بالدرهم وانحط، ما تيجي تفوت لي بشغلات ما لها دخل في عالم ايش الخن لغيري. انا تعرف لي قديش السالفي بيساوي للانش السبعه، بقول لك اعطيني انا حاسبه. فخلينا دايركت سالفي بشتغل، وبشتغل على نظام البروفايل الطباعه لانه سي ام اي كي، وبالصور ما بشتغل ار جي بي، بضلني اشتغل ار جي بي وبضلني اشتغل ار جي بي، وبس يجي واحد بالزبون بغير لسي ام اي كي. غلط. ليه؟ واحد بيقول لي مدحت انا بشتغل ار جي بي لحديت ما زبون يعطيني الاوكي عشان الفلاتر تشتغل بالفوتوشوب. زي واحد يجي يقول لك انه انا مضطر يعني اضلني لابس تريننج طول الاسبوع لانه انا عندي يوم الخميس في عندي نص ساعه رياضه. طيب شو دخل السبت والاحد والاثنين؟ تروح على شغلك بالتريننج ليه؟ فالقصد انه هون انه انت بس تيجي تعمل بروفايل او تعمل انت دوكيمنت جديد بدك تنتبه للدايمنشنز، بدك تنتبه لموضوع كمان البروفايل، وبدك تنتبه جدا لموضوع الدايمنشنز. بدي اكررها مره ثانيه اللي هي كثير في مصممين بيعمل اي سايز. هلا انا مثلا كمدحت بحب اعمل سايزات غريبه، بس انا عارف انه هذا ممكن يكلفني اكثر، وتبع المطبع بس يجي يقول لي مدحت شو سايز غريبه، ولا بعرف حشرك معك الورق بعرف، بس من انه انا عارف في مصممين بيعمل لك الاي 4 مثلا 21 ب 30 مثلا، او 21 ب 30 ونص. مش بقول لك اي انت بتفرق نص سنتي، اه بتفرق عند شركه الورق بتفرق، تبع المطبعه بده يرجع لك اياها، ابرت مسكه ملقط بتفرق معك، بتفرق احيانا بليد بفرق معك، في شغلات كثير بتفرق. فالسايز ضروري. الشغله الاهم، مين فينا بيتعامل ايش مع الافكت جوات ادوبي الستريتر؟ الافكت ستايل العربي يعتمد على نظام كتر الوان، زيد افكت عشان الخم القدام، فبالتالي موضوع الافكت كثير في استخدامات. طبعا احد الشغلات اللي بتنقل ملف ادوبي الستريتر، واحد عدد الانكور بوينتس اللي كثير، الشغله الثانيه الافكت الزايد عن اللزوم، الشغله الثالثه المش تول واستخداماتها، وطبعا اكيد الصور والانبت فايلز وهالمجال. فانا بدي افرجيكم شغله ضروريه بالافكت، بانه اذا انت بس تيجي تشتغل على موضوع الافكت وتحط ويب بالغلط، في عندي شغله هون اسمها راستر افكت سكرين 72 بي بي اي. فواحد بيقول لي يا زلمه مش عادي استريتر فيكتور، شو دخل البي بي اي بيكسلز بير انش في الموضوع؟ بقول لك له دخل، لانه الافكت مثلا زي الدروب شادو ما بيقدر يطلع من فيكتورز، ما بيقدر يطلع من انكور بوينتس، فمن ايش بده يطلع؟ بيطلع لك من بيكسلز، فبالتالي وجود البيكسل جوات ادوبي الستريتر موجود وهي الدليل. فانت بس تيجي تشتغل على 72 دي بي اي، بي بي اي عفوا، الكل بيعرف انه 72 ايش؟ مقارنه بهاي كواليتي برنتينج كثير قليل، صح؟ بالتالي بدي اياك تعرف انه الحل المناسب بس تيجي تشتغل برنت شو تسوي؟ لحاله بيعترف بانه الافكت بده يكون 300 ريزوليوشن. خليني اعطيكم شغله، وللاسف احنا العالم يعني العربي بيعاني منها، بس العالم اللي الغربي في اوروبا وامريكا بالنسبه لهم هذه مشاكل محلوله من سنين. ليه؟ بقول لك اللي بدي اعطيكم اياها المشكله، طبعا هسا المشكله بتقول لك انه انا بشتغل افكت وامرات بطفي الجهاز فورا. ليش؟ يا زلمه عندك رامات اربعه محمل الجهاز اكثر من طاقته، زائد انت عامل الجهاز الهارد ديسك تبعك مش فول اكثر من فول خالقه، زائد كراك ادوبي الستريتر، زائد انه التسليم مش مزين. فبتقول لك ادوبي يا باشا انا ما لي دخل في مشاكل ايش؟ الهاردوير عندك، الهاردوير تبعك لازم يكون ايش؟ متاقلم مع حياتك اليوميه بناء على مفعولك. يعني انا بدي افوت بمسابقه مرتفع تل الرمان بسيارتي بدي اجيب اول، ما بجيب فوكس فاجن موديل 70 واقول يا الله ليش ما جبتش اول؟ بدي تولز. وبالتالي اجت ادوبي قالت لك انا بقدر اعطيك خدعه اللي هي وانت شغال بالافكتس في ادوبي الستريتر انزل
الوضع شوي صغيره، بس اوعك تنسى انك ترفعه. كيف؟ انا بدي اطلب منه اني اشتغل على 300 ريزوليوشن. هي عندي هون نقول مثلا عندي مربع، ثانكيو على استمودي، بدي اروح على قائمه افكت واختار ستايلايز واختار مثلا دروب شادو. دروب شادو في افكت في ريزوليوشن، واعمل بريفيو. خلينا نشوف زوم. مين شايف الافكت؟ سموث، واضح. سؤال بيجيب سؤال، معلش انا بحبش ادخل في الموضوع مع بعض بس بحب اعطي خدعه. قديش الزوم الاعلى في ادوبي الستريتر؟ شبابي بجاوبوا، يعني شبابي اكيد بجاوبوا. 64,000%. انت بتحكي على ادوبي الستريتر القديم قديش؟ 6400. 64,000. انت كانك تعمل زوم خارج جوات ادوبي الستريتر. هذه الشغلات في حدا بيعرفها انه جوات سي سي 2015 مثلا او 2014؟ لا. طب مين بتهم؟ مين؟ برسم خرائط، اللي بيشتغل بالديتيلز، اللي بيشتغل بالتفاصيل، بس يجي يعمل زوم بيحرك النقطه الصغيره. عموما اعمل زوم. خلينا نجي نتفرج على السموث زي ما انتم شايفين. الحل افكت دوكيمنت راستر افكت سيتنجز. مؤقتا بدي اطلب من ادوبي نزل لي اياها ل 72 مؤقتا واعطي اوكي. طبعا في عندي هون مسج changing the settings will break the link with the graphics. تعطيخي يعني بقول لك في شغلات كثير راح تصير، بس انت ايش؟ اللهم انه انا بس اجي اعطي اوكي، تفرجوا لي على السموثنس الموجوده. تكسرت. طبعا عشان انت شو سامحونا بس ها زي ما انتم شايفين بكسر. هلا هذا الكلام بدك تحطه من ضمن التشيك ليست تبعتك، اذا انت جهازك ما بيتحمل الشغل، اما اذا جهازك بيتحمل الشغل انت بالناقص عن هذه الخدعه وبالتالي بتكمل. طبعا الحلو في موضوع الريزوليوشن عند ادوبي، والكل بيسالني هذا السؤال، انه طب مدحت مش ممنوع انه انا اكبر صور ببرنامج الفوتوشوب؟ طبعا ممنوع تكبر صور لانه في بيكسلز اصطناعيه بدها تيجي، وانت بدك تختار طريقه تركيبها اقرب جار، اقرب لون، اقرب كذا، وكلياته غلط. طب هون هذا اندبندنت ريزوليوشن، هذا ريزوليوشن تلقائي من السيستم، ما تخاف عليه، ما بده جميلة صور. فبالتالي بس اجي انا ارفع الريزوليوشن ل 300 واعطي اوكي، تفرجوا شو بيصير. شفت الوضوح اللي صار. هذه الخدع ضروري نعرفها كمصممين احيانا عشان البرفورمانس تبعنا. وشغلات ثانيه ممكن حدا يجي يسالك، يجي يقول لك قائمه افكت فيها امر اسمه دوكيمنت راستر افكت سيتنجز، وانت دكتور جامعه او انت مثلا ديزاينر صار لك 10 سنين، انت مدير فني، شو بيقول له؟ والله اول مره استخدمها، وهي لك حياتك بتكون معتمده عليها. اذا موضوع تجهيز الطباعه جوات ادوبي الستريتر خطير جدا، وهذه شغله ضروريه تعرفها. خلينا اكمل في الستريتر بشغله خطيره ولاول مره بحكي فيها. موضوع استخدامك لالوان الباترونز. وكثير في منا ناس بيستخدموا موضوع البلندنج مودز اللي موجوده جوات ادوبي الستريتر. ادوبي الستريتر بيتعامل مع البلندنج مودز بطرق مختلفه بناء على نوع البلندنج مود، داركن، لايتن، اوفرلاي، يعني بيتعامل معها بطريقه علميه معينه. طبعا احنا ما بنعرف الطرق العلميه قد ما بيهمنا المنظر، بيهمنا الشكل. هلا في عندك شغلات كثير بتصير في المطابع، وانا احد الناس اللي بيستشيروني فيها. لانه انا في عندي تو باترونز وانا عاملهم اوفر او عاملهم بلندنج مود مع بعض. هل هذا الشيء قانوني ولا غير قانوني؟ قانوني في بعض الاحيان، وايش؟ وديني على الجويدن في الاحيان الاخرى. اوكي. خلينا نجي نتفرج. خلينا نعمل تو دوكيمنتس، تو اوبجيكتس. هاي مربع. ستروك نال بانتون. خلينا نيجي ناخذ هذا اللون كلر بوكس سوليد كوتد بغض النظر شو اللون، هاي نفترض هاي ازرق، واللون الثاني خلينا نيجي نختاره لون مثلا هاي مثلا ده. واضح؟ طبعا البلندنج مود كافي انك تحدد اوبجكت واحد، لان البلندنج مود بالفوتوشوب عباره عن علاقه لاير بلايرين، يعني البلندنج مود واحد اللي بتغير، بس ضروري يكون في تحته شيء يتلقى نظام التعرفه الجديد. طيب هلا مين انا بحكي على بانتونز، والكل بيعرف بانه البانتون، وسامحوني لاني اطلع عن هذا الموضوع شوي، الكل بيعرف الفرق بين بروسيس كلر 5 سلايدرز 4 سلايدرز، بروسيس كلر 1 سلايدر، وبانتون. شو قصدي؟ انا عندي نوعين من انواع السي ام اي كي موجودين في الالوان. لون السوليد اللي له اربع الوان بمين؟ بقائمة كلر سي ام واي كي، وفي عندي البانتون. كيف بعرف؟
البانتون دائما متعارف عليه له نقطه وله مثلث المتعارف عليها. هلا في عندي نوع اخر من انواع السي ام واي كي اسمه الجلوبال. الجلوبال هو عباره عن ملف سي ام واي كي بس له سلايدر واحد. ليش انا طلعته؟ عشان انت تاخذ التنتس تبعونه. التنتس اللي هم ايش؟ الشيدز احنا بنسميهم بلغه الطباعه بيفهم الشبكيات عشان انت تقدر تستخدم. يعني لو جيت اعطيتك انا ملف لون 50 سيان و49 ما جبتها و76 يلو و17 كي وجيت قلت لك اعطيني 30% منه بتضربني. تمسك الاله الحاسبه بتصير تحسب قديش هذا وعلى الاله الحاسبه بس تخلص اقول لك لا اعطيني 36% بابا تضربني. ليش؟ انا بدي ايش سلايدر امشي فيه فاديني 36 اخذ 36. ففي عندي انواع. النوع هذا زي ما حكينا اللي هو بانتون زي ما افرجيكم اياه. اللي بدي اسويه اني اروح على ترانسبيرنسي قائمة ويندو ترانسبيرنسي واللي بعيش جواتها مين؟ البلندنج مودز. خلينا نيجي نعطي داركن. شو اللي صار؟ في منطقة منهم اوفرلابينج مع بعض. هلا اللي صار هون نوعا ما قانوني، يعني انت بتقدر انه يكون في شيء بينهم طالع من وراء اللونين. سمعنا ان اللي بحكي فيه هون مش شفافيات. لو شفافيات كل لون بامكانه انه يكون شفاف في الطباعة. بس انا قاعد بحكي هون على بلندنج مود فالشفافيه عندي زي ما انتم شايفين ايش؟ زيرو. هلا في خلينا افرجيكم شغله سريعه. بدي اخذ كوبي من هذا المربع واعمل كالاتي. بدي اروح على هذا المربع هون واعطيه من جماعه المالتي بلاين واعطيه جماعه الكلر بير. مين شايف مختلف شوي؟ مظبوط؟ بدي اجي على هذا المربع واعطيه من جماعه اللايتن. هذا المربع بدي اعطيه من جماعه مثلا الاوفرلاي. تحملوني يا شباب. استلموا ذيك. بدي اجي على هذا المربع واعطيه مثلا ديفرنس. وتعرف عليهم هذول المودين زنخين كثير بعطوك اللي هو اسود زي البوزيتيف والنيجاتيف. هلا لو انا جيت وضعت اكمل بيت بده يطلع لي قدامكم لان احسنين اليوم. اكمل انا اخترت تو باندلز مظبوط؟ لكن بيت بيطلع لي اثنين متفقين؟ مين الحكم؟ مين الحكم انه هلا قبل ما اطبع بليتات واخسر 10 دنانير او 20 ليره تبع المطابع بلاش من 10 راس ماله؟ اوكي سيبريشنز بريفيو. فخلينا نروح على سيبريشنز بريفيو. خلينا نجي نتفرج شغلها. لازم اخفي البانتون الاحمر والازرق. شو تبين؟ ابيض ابيض زيرو. خفينا الازرق وخفينا الثاني. ايش هذا اللي ضل؟ هذا ايش؟ هذا بروسيس كلر. هذا سي ام واي كي. وين الدليل؟ شوفوا هاي الدليل هاي البلاك هاي. مين شايف؟ شو يعني؟ يعني ما ناكل مقلب بحالنا لما نيجي نشتغل على تو باندونز. والله باندونز والله. وانت بتتلاعب في البندنج مودز ومش عارف بالضبط كيف البندنج مودز بتعمل اكتنج مع اللون. فبالتالي موضوع البلندنج مود في الوان في بلندنج مشاعه انك تستخدمها وفي شغلات بدك تعرف انه غلط. كيف اعرف؟ مستحيل اقدر اعطيك الالوان. سيبريشنز بريفيو هي حكمه. مين شايف انه سيبريشنز بريفيو بتفزع لنا قاعده؟ بتفزع لنا لكل شيء تقريبا. وضحت؟ هلا جوات ادوبي انديزاين. بتاثر للانديزاين عشان الوقت. ادوبي انديزاين تجهيز الطباعه فيه اخطر من ادوبي الستريتور ولا مش اخطر؟ إلي بالنسبة إلي نعم أخطأ. ليه؟ أنا بتأسف للشباب إذا يعني طولنا عليهم معلش. محمود حبيبي تسلم لي مشغول لجيتك. تسلم لي دكتوري. الله يعافيك. تمام. طيب شغلة كثير ضرورية في موضوع الباور كثير موضوع سهل. بس في موضوع إدارة الصفحات شوف شو الأخطاء اللي أنت ممكن توقع فيها. بس بالصفحات. خلينا نجي نقول المجلة ايش تحتاج؟ ايش بدها المجلة عشان انشئها؟ صور تكست جرافيكس مظبوط؟ برينتينج ماجازين. هلا الصور ممكن انه انا اغلط فيها. التكست ممكن اني اغلط فيه والفيكتورز اني اغلط فيه. كيف؟ انا اذا بدي اجيب صورة جوات برنامج الانديزاين في عندي امر اسمه الفيتنج التحجيم. انا اخذت صورة من برنامج الفوتوشوب وانا ناسي انه الريزوليوشن تبعها 72 وناسي انه المود تبعها ار جي بي. فانا زدت الحمل على مين هلا؟ على ادوب انديزاين. فلازم انديزاين يكشف لي هذا الموضوع. واحد اثنين انا مكبر الصوره 400% وانا مش داري عامل فيتنج بالغلط
لصورة، أنا متوقع إن هي واضحة على الشاشة، والشاشة عمرها ما حكمت على الموضوع، فصار عندي إنه إيش؟ في عندي خطأ بالصور، هيك أنا قصدي أخطاء الصور الموجودة في الإنديزاين. هلا الشغلة الثانية التكست. أنا كثير بتلاقي في مطبوعات وطبعات، احذر شو الغلط اللي فيها. آخر سطر من آخر مثلا جملة مش مبين. ليش؟ الأخ كاين مزغر الجملة ونازل إنه في سطر أخير، السطر الأخير فيه زبدة الموضوع. وانطبعت الكمية كلية. طب أنت مش شايفه؟ والله يا عم كنت شايفه، والله لو شفته لكان عملته، بس أنا يعني طبعت بسرعة. بيطلع لك مربع لونه أحمر عند نهاية التكست بأنه في عندك تكست ناقص، صح؟ هذه الشغلات بدي أسألك سؤال. لو أنت في الإستريتر وعملت جولة بعينك بتلاقيه ولا لا؟ عندي مجلة من 300 صفحة، بشار حبيبي كيفك؟ عندي مجلة من 300 صفحة، أو بلاش أقول 300، بلاش يزعلون علينا طبعاً مطابق، عدد ملازم أضعاف 16. انا شو بدي فرجيني صفحه 17 عليها تكست ناقص، ولا صفحه 25، ولا صفحه 18. انا بدي اعمل بريف لايتنج، بس بدي ادوبي الستريتر ادوبي ديزاين يساعدني. بالنسبه للفيكتورز ايش الاخطاء اللي بصير فيها؟ الوان غلط، ار جي بي، سي ام اي كي، احيانا بيكون في عندك بانتونز، احيانا في عندك شغلات انت جايالك بانتون وايش بدك تطبع؟ سي ام اي كي. فالقصد انه موضوع الانديزاين اخطر. ليه؟ لانه الانديزاين من اسمه انديزاين، اسمه مطبخ التصميم، عصب التصميم، فهو مستورد من الدرجة الأولى. تأخذ تكست، تأخذ فيكتور، تأخذ فيديوز أحياناً، لأن الفيديو تأخذ، فمسكين على إيش بيلاحق وعلى إيش. فأدبي طلعت لي شغلة جواته بتجنن، خلينا نفرجيكم إياها، عشان أنت، وهذا آخر محاضرتنا إن شاء الله، عشان أنت تستفيد من الإنديزاين وتشوف بالضبط كيف شغال. بدي آخذ ملف إنديزاين، أنا مجهزه. هذا التصميم اعتبروه مجلة 300 صفحة. شو بدي أعمل؟ في عندي شغلة جوات أدوبي إنديزاين تحت، إذا أنتم شايفين في شغلة اسمها هنا بري فلايت بانل. مين شايف الخط الأحمر أو الدوائر الحمراء؟ هذا معطيني في عندي شغلة اسمها إيرور. بالله عليكم مين نظره عليها دائما؟ ولا دائما نظرك تمام؟ ولا دائما نظرك على الجرافيكس وعلى الشغل وعلى كذا؟ هذه لونها أحمر، أدوبي حط لك إياها بمستوى بمنطقة بأدوبي عشان تشوفها. فبالتالي بس أجي أكبس على هاي الكبسة هون وأقول له أعطيني بروفايل بانل، بيفتح لي شغلة مهمة لازم نعرفها، بري فلايت. إيش هذا البري فلايت؟ قال لك باشا عندك هون في عندك خطأ، أوعك توديه للطباعة. شو هو الخطأ هذا؟ يا ريت لو بدي شو أوضح شوي. إيش هذا الخطأ؟ قال لك في عندك خطأ بالتكست. هي أعطاني تكست. هنيجي نتفرج التكست هذا وين موجود، لانه انا عندي 300 صفحه وتشتغلش فيه، او شو نوع الخطا. قال لي نوع الخطا اسمه اوفرسيت تكست، يعني في عندك تكست ناقص، دير بالك. اوكي، طبعا اللي بيشتغل اكروبات وبيجي بيسير اكروبات، ادوبي اكروبات بعطيك بانه اوعك في عندك اوفرسيت تكست. ليش اخوان؟ اوكي، روح على الكوارك وحول اكروبات. ها اذا اعطاك هاي المسج. اوكي خلينا نجي نعمل هيك. قال لك المشكله عندك في تكست فريم. طيب وين موجود؟ ادوبي قالت لك يا عم بدك تكون ما شيء عنك صفحه رقم واحد. بتكبس عليها ادوبي بتوديك لللينك نفسه، للتكست فريم نفسه، بتقول لك هذا هو. في اكثر من هيك؟ بتقول لك بس انت اعرف انه في عندي شغله اسمها بري فايتنج. ما تزيد حملك دائما على انه الطباعه خطا او الطباعه خطا، هذا اسمه بري فايت. ايش الجميل في الموضوع؟ الجميل انه طيب والله اني انا حاطط صور هون ار جي بي، وانا عامل هون لون ريجستريشن، هذه اخطاء طباعه ولا لا؟ طب ليش مش مبين عندي؟ انت كذاب. اذا انت ادوبي شاطره لي على التكست. قلت لك لا سيدي انا مش شاطر على التكست، انا اعطيتك شغله اسمها بيسك وركينج، شايفينه فول بروفايل؟ هذا البيسك وركينج قلت لك انا اللي اعطيتك اياه انه اخطاء معينه. انت ايش حاسس بانه مجال عملك فيه اخطاء؟ زي ايش؟ هون انا عندي اخطاء بالصور الار جي بي، عندي اخطاء بانه اذا في عندي صور 72 ريزوليوشن تبلغني، عندي صور اذا عندي لون ريجستريشن سي ام واي كي لون اسود تبلغني، انا هذا بدي اياه. قلت حاضر ليش زعلان؟ تعال خلينا نتفرج ونعمل شغله جديده. خلينا نجي هون ونعمل كالاتي، نكبس كبسه تحت ونقول له ديفاين بروفايل. شو يعني؟ انا بدي اعمل بروفايل خاص بي بناء على شغلك. ادوبي ما بتقول لك انه هذا اللي عندك وبس. مثلا انا جيت قلت له اعطيني بروفايل جديد،
شو بدك تسمي هذا البروفايل؟ بدي اسميه بالحرف ام اي. طيب ايش بدك الاخطاء اللي انا كشفتك اياها؟ والله يا باشا بدي نشوف ايش في عندك منيو اليوم؟ عنده منيو للترانسبيرنسي نشوف. عندي منيو مثلا كلر سبيس، كلر سبيس مهتم فيه، كبس لي عليه. اذا عندي صور ار جي بي صرخ، ممتاز. هلا خلينا نجي على سبوت كلرز، اذا عندي بالسبوت كلرز مشاكل اعطيني. اذا عندي اوفر برينتينج ابلاي تو ان ديزاين او اوفر برينتينج ابلاي تو وايت اور بيبر كلر. هذه يا جماعه نعمل، خليني اكبرها افرجيكم اياها شوي. شوف شو قالت اعطتك، قالت لك المصايب الاكبر بتيجي من اللون الابيض في الطباعه. اللون الابيض اللي انت بتعرف انه اسمه وايت، بس بالنسبه لادوبي ان ديزاين شو اسم الابيض؟ بيبر كلر، هيك اسمه. فبالتالي قالت لك اي شيء تفريغ وتفريغ زي ما صار بالستريتر افرجيك، والله يا ريت. طيب كمان ريجستريشن، اذا عندك لون اي شيء ريجستريشن بين لي اياه، ممتاز. كمان نيجي للايمجز، اعطيني ايمجز باشا. اي شيء اسمه ايمج ريزوليوشن اعطيني كلر ايمج مينيمم ريزوليوشن، اوعك تعطيني مينيمم عن 72. اي شيء تحت 72 صرخ. طبعا 72 خطا، يعني ممكن اعطيه عن ايش؟ عن 200. او اذا واحد معطيني صوره 1000 ريزوليوشن شو بدي فيها؟ فبقدر اقول له واعطيني اذا الصوره اكبر، يعني اكبر ريزوليوشن ممكن، اعطيني يا سيدي العزيز 450، كافي 450 للطباعه. واعطيني واعطيني اللي بدك اياه على ما تخلص كل اللي انت بتشوفه مناسب، والتكست بتقدر تجي له. التكست بامكانك تيجي تقول له اوفر سيت تكست باي ديفولت موجوده، اعطيني شغله اسمها جلافس ميسنج، فونت ميسنج، اعطيني دايناميك سبيلينج. هذه شغلات كبيره في الانديزاين. سيف. صيفت الموضوع؟ اوكي. طيب. وينه؟ بصير زغلت من الايرورز. بيطلع لك ملايين من الايرورز، وخذ عاد. لا احنا اللي هي الشغلات اللي بتهم مجتمعك. نيجي نقول طب وين الصراخ؟ ما بين معي. شغل بروفايلك انت، كيف؟ روح لي على هون، اطلع لي على بروفايل بانل، قول له باشا انا ما بدي تشتغل على البروفايل اللي اسمه بيسك، انا بدي تشتغل على الام اي. قال لك باشا سبعة ايرورز. طب خلينا نجي نتطور، بدي احل. احيانا مش انت الديزاينر الناجح، ما بدوش هالشغلات هي صراحه. ليش؟ انا ثينك فينيشينج بيفور بيجينينج. غيري انا جاني شغل من السعوديه، اجاني شغل من ديزاينر والله مخبص بالدنيا، بعمل على طول بري فلايت بروفايل لي عشان اعرف وين اروح. طيب خلينا نحل المشاكل، خلينا نيجي على اول وحده. اكبر الشاشه شوي. كلام شو قال لي؟ قال لي كلر سبيس نوت الاود 2 اورنج اد، وفي عندك كمان بالصوره اللي اسمها كذا بي اس دي نحكي فيها. هلا ريجستريشن كلر نوت الاود، قال لي بجراف سنس 11 كاركتر. طب وين انا كاتب كلمه اسمها جراف سنس ولونها ريجستريشن؟ وينها؟ اكبس هيا هون. طيب طبعا حددنا اللي هو الصفحه الاولى. مين شاف تحت؟ شفتوها كيف حددها؟ وبينك اياها. الحلو في الموضوع برضه كمان دوره تدريبيه مجانيه عند ادوبي، اللي هي قال لك هنا شو تسوي بالضبط بروبلم؟ قال لك تكست كونتنت بريجستريشن از ابلايد، في عندك ريجستريشن، شو تحت بعطيك؟ فيكس، ايش اعمل علشان اقدر احل؟ يعني انا هي بتبع لكل مشكله بمشكله حليتها. ايمجز اجى قال لي يا باشا في عندك ايمجز ريزوليوشن، في عندك الاورنج اد، وفي كذا هي، هذول عندك فيهم مشاكل، ايش المشاكل؟ خليني اقرا تحت. واحد مين قارن معي؟ كلر ايمج ماست بي ات موست 450. شفتوها كيف؟ الريزوليوشن تبعها قديش هاي؟ 600. فاعطاني مسج عليه. طيب في شيء ثاني؟ في عندي حلول ثانيه، ترانسبيرنسي الاود، وفي عندي مثلا اوفر سيت تكست، عندي بفريم رقم واحد هيوتو اللي في عندك اوفر سيت تكست. هذه الشغلات ما تبعت ملفك الا بس تلاقي الاشاره خضراء. اطلع ودي، طول ما انه انت عندك ايرور بلون احمر نصيحه ما تودي، راح يضرك في موضوع البي دي اف، وراح يضرك في موضوع ايش؟ ادوبي الستريتر او الانديزاين. فبالتالي موضوع البري فلايت جوات ادوبي انديزاين كثير ضروري.
هلا الشغله الاخيره اللي انا ممكن احكي عنها باكروبات، لانه انت بس تيجي تودي ملفاتك للمطبعه جميل انك تودي ملفك ادوبي الستريتر، واللي انا معه لحد هاي اللحظه انه انا بقدر اودي ملف ادوبي الستريتر عشان اذا في اصلاح لمشاكل معينه اقدر، انه نيتف فايل فورمات. بس انا شو بامكاني اسوي؟ انا اذا بدي اطبع بي دي اف، عفوا اودي بي دي اف فايل، لازم على القليله اتصل مع المطبعه اذا محترفه واقول له ابعث لي البي دي اف بريسيت اللي انت شغال عليها عشان اعرف انا شو الامكانيات اللي انت بدك اياها، مش اعمل شيء من عندي واوديه مثلا ايش ويطلع كليته غلط بغلط. والملف تبع ادوبي بي دي اف بقدره قادر عند ادوبي ما بزبط، عندنا العرب بزبط، انه احل يعني احسن مشكله عندك هي تمسك الملف البي دي اف وتزته على الاستريتر، تمسك ملف البي دي اف وتدفعه على الفوتوشوب. هي صدقني ادوبي بتعرف الموضوع. عندنا هون هذا حل، وايش بقول لك عنه؟ بتعرف فلان؟ لا والله يا زلمه هذا بحل مشاكل الطباعه. ايه؟ بمسك ملف البي دي اف وتدفعه على الفوتوشوب يا زلمه. فالموضوع مش موضوع انه انا احل مشاكل بالبي دي اف، اذا بدي احل مشاكلي بالبي دي اف فبستعين بالاكروبات برو. والاكروبات برو هو الوحيد اللي بامكانه انه يسيب لي او يعالج لي مشاكل البي دي اف. طورت عليكم؟ هذا اللي انا بقدر اعطيه، انا بتعبتي كثير 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 كثير، بس انا حاولت اني اقدر افيد. هذه الشغلات عفوا الشباب الطلاب بيعرفوا انها تشرح في محاضراتنا، تجهيزات الطباعه الضروريه. يعني يا ريت لو كان في فرصه ثانيه، علاء بشكرك على الفرصه الحلوه اللي اعطتني اياها، يا ريت لو كان في عندي وقت اكثر، بس بوعدكم ان شاء الله بندوات قريبه يكون في شيء عن تجهيزات الطباعه الاخطر من هيك كمان، وانا برضه كمان جاهز لاي استفسار بطابع اي شغله بتواجهكم، برضه كمان احنا جاهزين. هلا بس بدي منكم شغله، اذا في مجال بس نعبي الفورم معين، اذا وزعتوا فورم معين على تسجيل حضور بس تسجيله مع الباب، بس تسجيل على الباب عشان ممكن نخبركم بالايفنت القادم باذن الله. اذا شو صار مع السنه ممتاز، فيش ثاني على؟ يعطيكم العافيه، شرفتونا بحضوركم، اسلموا ليكم، شكرا لكم.